الراديو 90 90، هواها مصر. رول الأبراج. عندنا البرج الأول، عندنا برج العذراء بيقول الحب يغير من حياتك. برج الجدي بيقول تخلص من النكد. برج القوس بيقول تراجع بعض القرارات. برج الدلو بيقول حبيبك ينتظر منك كلمة لطيفة. برج الميزان بيقول احرص على مظهرك. برج الحمل بيقول لا تهمل عملك. برج العقرب بيقول واظب على ممارسة اليوجا، باعتبر طبعا اليوجا دي من الحاجات المنتشرة في مصر، فاحرص بقى على ممارستها ان شاء الله. برج الحوت بيقول فترة مليئة بالصراعات. برج السرطان بيقول حل مشاكلك او حل مشاكلك العائلية. برج الجوزاء بيقول جدد حياتك. برج الثور بيقول احترم شريك حياتك. اوكي. برج الاسد بيقول قرارات خاطئة. وده كده اخر برج موجود معانا النهاردة. طيب البرج اللي برضو بيطلب مني بصراحة بقاله كام يوم هو برج الحوت، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل. تعالوا بقى نقول برج الحوت النهاردة بيقول ايه. اللي هو بيقول اصلا عنوانه الرئيسي فترة مليئة بالصراعات. تعالوا نشوف بقى على المستوى الصحي والمستوى النفسي وتوقعات علماء الابراج، ويلا انجز عشان ما ليش لقى حاجة تانية ممكن اقولها، ويعني هو بس الصفحة ان شاء الله تفتح. ايوه، فترة مليئة بالصراعات. برج الحوت على مستوى المهني بيقول قد تحتاج الفترة الحالية لبذل قصارى جهدك في العمل، فلا تتردد لأنه لا يوجد أحد أهم من تفوقك في العمل. برج الحوت على مستوى العاطفي شريك حياتك يتفهم الضغوط التي تواجهك، ولكن أسلوبك الحاد يخلق النفور في قلبه. برج الحوت على الصعيد الصحي وحاول الالتزام بممارسة التمارين الرياضية التي اعتدت على أدائها حتى لا يزيد وزنك. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت الفترة المقبلة أن تعيش فترة مليئة بالصراعات والضغوط، لكنها ستمر بسلام بعد مدة قصيرة، لأن إن شاء الله لا يكون في صراعات ولا ضغوط، ودايما كل حياتك كده تكون سلام في سلام.